المضامين جسدت ملحمة البالة، بعض مكابدات التجار والأيادي العاملة، من بطش الأئمة وعسكر الجن الذين كانوا السبب في هجرة الأيادي العاملة من جهة البحر للعمل في الغربة منذ حط أول إمام سيفه وأقدامه في أرض الجنتين. غرس المشروع السلالي ثقافة تحقير العمل وتبخيس المهن، وفرز اليمنيين إلى طبقات على أساس المهن، وهذا بدوره عمل على ضرب ثقافة العمل التي كانت متجذرة في الوعي الحضاري لليمنيين. العمل في اليمن بين ثقافتين، هذا ما تقوله الصورة الذهنية العامة، بين ثقافة تمجد العمل والإنتاج وتولي العمال اهتماما كبيرا، وثقافة أخرى استعلائية دخيلة تحتقر العمل والعمال وتعمل على إبقاء كتل بشرية في المرتفعات العليا ضمن طوق البطالة الموجهة. تحقير العمل والمهن أفرز كتلا بشرية ظلت في حالة استعداد حربي دائم تحت لافتات عديدة من بينها النكف، وحولت اليمنيين إلى مخزن احتياطي للحروب المستدامة بدلا من الدفع بهم إلى سوق العمل. حضور العمل في الأغاني والمهاجل اليمنية، المعينة في إب والملالة في تعز والمهاجل الزراعية في حجة وتهامة ويافع، يعكس الإيمان المبكر للشعب بالعمل، إضافة إلى الأغاني العمالية التي حضرت بشكل لافت منذ ميلاد المشروع الوطني الجمهوري في الجنوب والشمال. الحركة العمالية في اليمن منذ الانقلاب والاجتياح شهدت مضايقات وتجريفا واسعا، خصوصا في ظل سيطرة الانقلاب على مقدرات البلد وانهيار الاقتصاد، ما أدى إلى هجرة الأيادي العاملة. وبحسب التقارير فإن 8 ملايين عامل وموظف فقدوا أعمالهم وتم إغلاق مئات المصانع. في كل ذكرى لعيد العمال يتذكر اليمنيون اللحظات الذهبية للحركة العمالية التعاونية في عهد الرئيس الشهيد الحمدي في الشمال والرئيس الشهيد سالمين في الجنوب، ولا تغيب عن ذاكرة الأجيال الأغنية ذائعة الصيت، شجروها شجروها أرضنا ذات الجمال.